بعوض بصفر اذا كان بده الحد الثابت، وبعوض بواحد اذا كان بده مجموع الامثال. هلا راح اعطيكم امثله بس من صفحه 18 يا اخي، والله انت مرتين بسم الله سامح. ايه ماشي سامح. يلا بنبدا باول تمرين، انا ببلش احلكم منزلكم على اليوتيوب. يلا عم بيقول لي هون انه كسيري الحدود متشابهين، يعني بي اكس يساوي كيو اكس. امثال اكس مربع هون شقد؟ وامثال اكس مربع هون بي ناقص 2، فمعناتها بستنتج انه بي 4. امثال اكس هون 1، وامثال اكس هون مين هي؟ ناقص ا ناقص 2. فبستنتج بعد ما نقول هي لهون طبعا انه اش قد ناقص 3. عندي هون 4 وعندي سي ناقص 1، معناتها سي قد سي 5. شو بده مني هو؟ بده مجموعهم، يعني 4 ناقص 3 زائد 4 زائد 5 شو بيعطيني؟ 6. ايه بسرعة بسرعة عشان تروح وتجي انت يا زلمة، عم تزعج الطلاب هنيك. يلا اللي بعده. طبعا الـ شلون ليك استخدمتها هون ما شفتيها؟ شلون عرفت انا انه بي ناقص 2 هي 2 وناقص ا زائد 2 هي 1 وسي ناقص 1 تساوي 4؟ لانه هدول بيساوي بعض. مين امثال اكس مربع هون؟ 2. مين امثال اكس مربع هون؟ بي ناقص 2. فهمتوا وسام؟ اللي بعده. طيب اللي بعده يلا. مين امثال اكس مكعب بالاولى؟ ا ناقص 2 وبالثاني 6. اللي بعده مين امثال اكس مربع؟ بين اكس مربع اي قصدك بالثاني عم تنط انت هون بي ناقص 1، واللي بعده 0. بعدين مين امثال اكس هون؟ 0. بس مين امثال اكس هون؟ سي زائد 1. تمام. اخر شيء في عندي ملاحظه انه دي وبي وسي شو بتساوي؟ ا ناقص ناقص 4. تمام، لانه هدول الثوابت ما في الاكسات. هلا من هون اش قد؟ 8. ومن هون بي 1 وسي ناقص 1. بعوض هذا الحكي هون، شو بده مني؟ بده مني دي. ا طلعت معي 8، 8 ناقص 4 4، والسي ناقص 1 والبي 1، معناتها دي شو راح تكون؟ معناتها دي 4 بالتعويض. لا تكتبوا ما في داعي، راح ننزلهم بعد شوي اصدار جديد. خليك معي. شو حطيت ايش انا؟ ناقص واحد وراحت مع البي اللي هي واحد. شو طلع معك الجواب انت؟ شو طلع معك ستة؟ اذا كانت هي 8 ناقص 4. شوف طلعت معي هاي، هدول راح يروحوا مع بعض عكس بعض بالاشارات صح؟ راح يضل معي دي هي 8 ناقص 4 4. خلاص اكيد يعني. شو بتخلط باي وحده منهم؟ شو طلعت معك ا 8؟ يبون خلط. طلعت منك البي ناقص واحد، البي واحد واضح انه البي واحد. يلا اللي بعده السؤال الثاني او الثالث. بهذا الطرف موجود اكس مكعب؟ ما موجود صحيح؟ هون ما في اكس مكعب، يعني امثاله صفر، معناتها ا فورا شقد؟ واحد. وبي ناقص واحد وسي 2 صح؟ فبقول واحد زائد ناقص واحد، يعني شو بيعطيني الجواب؟ الجواب 2. هلا بعت لكم اياهم. اللي بعده نفس الكلام، 2 ا ناقص بي زائد 3 سي شو بتساوي؟ صفر. 3 بي زائد سي شو بتساوي؟ صفر. وبي شو بتساوي؟ اذا عرفت انه بي واحد معناتها سي شقد؟ ناقص 3. اذا عرفت طبعا هلا بعوض فوق، بصير معي 2 ا ناقص بي يعني ناقص واحد، 3 سي يعني ناقص 9 شو بتساوي؟ صفر صح؟ معناتها 2 ا بتساوي 10، معناتها ا شقد؟ 5. جواب 5. طيب ما شد اشرار.
حط بدال آه خمسة وبدال بي ايش أطلعت معي؟ بي واحد وبدال سي ثلاثة ايش أطلع الجواب؟ ثلاثة. اللي بعده كله نفس المنطق نفس الطريقة. سؤال خامس، يلا شو راح أعمل بهذا الموجود قدامي هون؟ راح أحلله صحيح؟ راح يطلع معي x مربع بعدين x مربع يعني x ضرب x x مربع بعدين ناقص ax بعدين ناقص 2x بعدين شو في عندي زائد 2 اه صحيح؟ وهذا كله راح أقارنه مع x مربع زائد أو ناقص 6. طيب اكس مربع هي نفسها اكس مربع، ما عندي مشاكل. هون عندي ناقص A ناقص 2 شو بتساوي؟ B. وعندي 2A شو بتساوي؟ هي 2A الموجودة هون شو بتساوي؟ ناقص 6. معناتها من هون A شو قد؟ ناقص 3. بيجي بعوض هون ناقص ناقص 3 3 ناقص 2 1، معناتها B شو قد؟ 1. شو بده مني B؟ اللي بعده هلا بعطيكم، هلا بنزله فورا، هلا بصورها كلها بنزلها على الواتساب وببعث لكم اياها يوتيوب كمان. اللي بعده راح اكفي بنفس الطريقه، اكس ضرب اكس اكس مربع زائد ام اكس ناقص 5 اكس ناقص 5 ام صح؟ شو بيساوي هذا كله؟ اكس مربع زائد ان ناقص 1 ضرب اكس ناقص 35. اكس مربع اكس مربع بيروحوا، ام ناقص 5 شو بتساوي؟ ان ناقص 1 وناقص 5 ام شو بتساوي؟ ناقص 35. معناتها ام مش قد 7. اذا كانت ام 7 بصير عندي 7 ناقص 5 2، معناتها ان 3. شو بده مني هو؟ بده مني ام ضرب ان 21. اللي بعده اللي بعد نفس المنطق كمان، 3x ناقص 2 تساوي m في x ناقص m زائد n في x زائد n صح؟ مين امثال x هون؟ 3. مين امثال x هون؟ m و n. شو في عندي هون؟ ناقص m وزائد n، هدول شو بيساووا؟ بيساووا ناقص 2 صحيح؟ لو جمعتهم مع بعض راح تروح مع الام يا جواد مع الناقص ام، راح يصير معي 2 ان شو بتساوي؟ 1. فالحالة شو بتكون ام؟ اذا كانت ان هون 1 على 2، اذا كانت ان هي 1 على 2 معناتها ام شو راح تطلع؟ 5 على 2 صح؟ عشان يكون مجموعهم 3 يعني 2 ونص ونص. شو بده هو؟ بده اصلا مجموعهم طالع من زمان. يلا حلينا تمرين زيادة. اللي بعده نفس طريقة اللي قبله، x مربع ضرب mx mx مكعب، x مربع ضرب n nx مربع ناقص 1 ضرب mx ناقص mx ناقص 1 ضرب n ناقص n. شوف عندي هون نفس الشيء ناقص x. هلا بالمقارنة امثال x مكعب ايش قد؟ اه وهون شو في عندي؟ معناتها اه شو بتساوي؟ تساوي ان. امثال اكس مربع بي، وامثال اكس مربع هون مين هي؟ هي ان، معناتها بي شو بتساوي؟ تساوي ان. امثال اكس سي، وامثال اكس هون مين هي؟ ناقص ام ناقص 1 صح؟ هي كلها مين؟ سي. ودي مين هي؟ لانه هون في ناقص اكس ناقص 1 صح؟ ومين هي دي؟ ناقص هي ناقص ناقص ان صح؟ شو بده مني هو؟ بده مني بي. مين هي بي؟ ان. ومين هي دي؟ ناقص ان. شو قد مجموعه؟ صفر. طبعا هي السؤال المعلومه سالتيني عنها طلعت ما لازم يعني هذا ما لازم حسبناه على الفاضي كل الاحوال لانه طلع معي ان ناقص ان شو بيساوي؟ بيساوي الصفر.
اللي بعده خلصت الصفحة. يلا راح أكتب لنا فرع الواتساب وبسجل عليه.